بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، ودايما يا رب نكون معكم على خير إن شاء الله. بعتذر لو أنا يعني الفيديوهات البث المباشر قليلة معكم على القناة، إن شاء الله بإذن الله يعني الفترة الجاية نبقى معكم بصورة أكبر، ودايما بتلاقونا معكم برضو على قناة الشرور الحمام، قناة تعليمية متخصصة في الحمام وفي الدعاج وطيور الزينة. النهارده الفيديو باذن الله هتكلم معاكم معلومه بسيطه، اي حد من اخواتي هيحضر معايا البث او هيشوف الفيديو بعد البث باذن الله وعنده اي استفسار يسيبوا لي في التعليقات ان شاء الله، انا تحت امر حضراتكم. ايه السبب الرئيسي لترويق الذكور؟ تمام، وده في الزغاليل طبعا الكلام بينطبق على الحمام، على الفراخ، على العصافير، على الدواجن عامه يعني. الله يبارك لك يا استاذ احمد وشاكر متابعتك ودعائك، وربنا يا رب يبارك لنا جميعا يا رب، ويجعل عملنا خالص لوجهه وبتاع مرضاته ان شاء الله. هنقول السبب الرئيسي لضعف الحمام والزغاليل وممكن الاسهالات، طبعا ده ممكن يكون السبب برضو لانخفاض المناعه، وبالتالي تمكن الامراض الفيروسيه او نشاط الامراض البكتيريه اللي بيبقى الطائر ممكن يكون حامل ليها اصلا موجوده بصوره طبيعيه في الامعاء تمكنها منه. تمام، طيب قبل ما نبدا الفيديو مباشره حابب ارحب بكل اخواتي المشتركين الجدد معايا في القناه، كل ود ان القاكم ودايما بتقعدوا معانا اوقات كويسه باذن الله، وخالص شكر تقدير لكل اخواتي اللي بيدعموا المحتوى باللايك او بالشير او تعليقاتهم الايجابيه. تمام، خش في الفيديو على طول. السبب الرئيسي في ترويق الذكور وترويق البيض وضعف الحمام او الزغاليل وممكن انخفاض الانتاج، تمام، او صغر حجم البيض، السبب الرئيسي رقم واحد اللي يجي في بالك وفي ذهنك هو وجود ديدان او طفيلات داخليه في الحمام. خلينا نركز على الديدان. تمام، طب انا اعرف منين ان الحمام عنده ديدان؟ الحمام بياكل ويشرب عادي، ممكن تلاقي الحمام بياكل ويشرب عادي وكل حاجه، بس ممكن تلاقي فيه اسهالات، تلاقي البيض حجمه صغير، الحمام مريح ما بيشتغلش، البيض بيطلع رايق، البيضه بتطلع رايقه وبيضه بتطلع عمرانه في الوقت، اي حاجه من الاعراض اللي انا بقولها لك، الريش ضعيف، الريش بيتقصف، مصدر الحمام مش كويس، جسم الحمام مسيف او ضعيف، في اسهالات مختلفه، ومهما اديت من علاجات او انت بتراعي طيورك برضه في مشاكل، تعرف على طول ان في ديدان. اول حاجه تيجي في بالك على طول ديدان. قال لا، طب ايه علاقه استاذ محمد بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ محمد، لو في اي استفسار يا جماعه اكتبونا تحت امر حضراتكم. اول حاجه تيجي في بالك على طول ديدان. انا اخر مره اديت جرعه ديدان امتى؟ ما اديتش خالص من فتره كبيره. تمام، على طول ادي جرعه طار الديدان. لو انت عايز تجيب حاجه بشري بتجيب الزنتال بشري، ترج الازازه كويس، ازازه ب 5 جنيه ونص، وتاخد نص سنتي بسرنجه وتكمل بيت السرنجه 3 سنتي ميه وتدي بفوق الفرد مباشره بالليل، بعد 12 بينزل الديدان اللي موجوده في الامعاء عنده. طب لا، لو العدد عندي كبير او عندي فراخ او عندي بطه او عندي طيور وعايز ادي جماعي، ممكن ادي ستارات البيبرازين 2 جرام على اللتر لمده يومين ان شاء الله برضه. طب الجرعه ديت بكررها بعد 14 يوم، بعد اسبوعين، وبتبقى معايا في صفه دوريه بعد 3 شهور. استاذ محمد غو حمام بيقول الحمام الكينج يعمل كام دلوقتي؟ الحمام الكينج بتحدد سعره هو الاسعار نازله، عشان اكون صادق معاه، على حسب عمره والمرحله اللي انت جاي اللي هو فيها، على حسب مستواه اساسي، حسب مستواه. تمام، بس يعني هنقول مثلا لو الكينج الشعبي ممكن يوصل 350 500، الكينج اللي هو المستويات الحلوه ممكن من اول 800 جنيه 1000 جنيه كده. تمام، ديدان جرعة كل أسبوع ولا أسبوعين، بندكس شراب. البندكس شراب تركيزه ضعيف شوية، لو هتدي منه فردي بتدي 1 سم في الفم، بتاخد 1 سم بالسرنجة وتكملها مية وتديها في بق الفرد. تمام، لو هتجيب الزنتال تركيزه عالي فبتدي تاخد نص سنتي. يفضل البندكس جرعات فردية بلاش جماعي لأنه معلق وبيرسب. الجرعة بتديها أول يوم وبتكررها بعد أسبوعين، بعد كده بتتكرر كل 3 شهور. تمام استاذ محمد طارق، طيب يبقى انا عرفت ان الديدان ديت مصورات الكينج. بص يا استاذ محمد، انا هنا عرض لك في مزاد بينزل في حمام كينج موجود جنبنا هنا في فلسطين وفي غزه، مزادات لحمام الكينج. تمام، هتلاقيه هنا على القناه، وفي سلسله بتاع حوالي كمان 5 فيديوهات هتشوف فيها الاسعار الحاليه لحمام الكينج والمستويات، سواء بقى الاسعار بره تقارنها بالاسعار بالداخل. تمام، فهو زي ما انا قلت لحضرتك الكينج هتلاقيه مستويات، فشوفه برضو ان شاء الله يفيدك. يعني الفيديوهات، في فيديوهات نزلت وفي فيديوهات بتنزل تباعا يعني يوميا يعني عن مزادات وعروض لحمام الكينج. تمام، فاذا الديدان دي بتعمل ايه يا جماعه؟ الديدان دي بتاخد، بتبقى موجوده في الامعاء،
وفي ديدان بتبقى موجوده في القصبه الهوائيه. خلونا في الديدان الموجوده في الامعاء دي، بتمتص الغذاء. طبعا الامعاء بيبقى داخلها الاكل بعد ما اترطب في الحوصله وانطحن في القوناصه واتهضم واتنعم وداخل على الامعاء عشان عمليه الامتصاص. بتبقى الديدان ديت واقفه تاخد الاكل على الجاهز كده، حمام المصنع بتاعه شغال وده بياخد خيره. تمام، ده مش كده كمان، ده الديدان في حد ذاتها بتعمل فضلات واخراج، دي بتمثل اجسام غريبه في جسم الحمام وبتعمل اعراض سموم. تمام، وبالتالي بتعمل اسهالات للحمام، الى جانب ان هي في حد ذاتها تعتبر جسم غريب في الحمام. فبتلاقي الحمام عندك فيه اسهالات، الحمام ضعيف ما بيستفادش من الغذاء اللي بياخده كويس او الاضافات الطبيعيه اللي انت بتديها له كويس، فبالتالي بتاثر على حجم البيض، على امتصاص الكالسيوم، ممكن تعمل التهاب في جدار الامعاء، تأثر على امتصاص الكالسيوم وامتصاص الغذاء. فبالتالي هتلاقي الذكر ما بياخدش الاحتياجات الغذائيه بتاعته والعناصر الغذائيه بتاعته، فبالتالي الخصوبه بتقل، النتايه حجم البيض بيصغر برضو، ممكن الخصوبه فيها بتقل. بتبص تلاقي الحمام ممكن يقعد فتره قطع بيض او بيريح، ده احنا في الموسم والحمام خلص قالش ما اشتغلش ليه؟ حضرتك ما اديتش جرعه الترددات. تمام؟ بالتالي برضو مع الضعف العام للطائر اللي عندك هتبص هتلاقي ان المناعه بتنزل وبيحصل اجهاد للطيور وبتبقى عرضه لنشاط البكتيريا الموجوده بصوره طبيعيه في الامعاء، فممكن ينشط بقى سالمونيلا، ينشط اي ايكولاي، وتلاقي في مشاكل معاك في الحمام. فربنا يعافينا وعافيكم. اهتم بجرعه ثلاث ديدان، هرد على سؤال الاستاذ محمد واعرف واقول ايه اعراض برضه الديدان غير الاعراض اللي انا قلتها. استاذ محمد مصطفى يقول لو سمحت، انا عندي جوز حمام روماني جالهم مرض السالمونيلا وعالجتهم وخفوا، بس الانسان مش عايز يقف. طالما الانسان مش عايز يقف يبقى ما خفوش لسه، او حضرتك عالجت غلط فتره غير كافيه او بتركيز غير كافي. طب ايه الحل يا باشمهندس او العلاج السليم؟ يا استاذ محمد قناه الشروق للحمام على اليوتيوب، دي قناه الرئيسيه، هتخش عليها يا استاذ محمد دلوقتي حالا وفي البحث بتاعها تكتب علاج السالمونيلا وتشوف الفيديو البرنامج الالماني لعلاج السالمونيلا، شوف العلاج المستعمل وفترة العلاج والجرعة المستعملة، واستعملها إن شاء الله، واستعمل مضاد حيوي ما تكونش استعملته قبل كده، هيقضي لك على المرض تماما ويفصل الذكر، خلي الذكر شايف النتائج، أو حطهم في عين صغيرة بحيث إن هم ما يبوظوش، وإن شاء الله يمشي على البرنامج الألماني اللي أنا عامله لعلاج السلمونينا، موجود على قناة الشرور الحمام على اليوتيوب. إن شاء الله ربنا هيكرمك في طيورك. خليني أقول بقى من ضمن الحاجات الظاهرة، غير إن أنا عرفت إن المظاهر اللي أنا قلتها للحمام اللي عنده ديدان، ممكن تشوف البيض بتاع الديدان، ممكن تشوف البيض بتاع الديدان بيبقى بيض مكور عامل زي حبات الرمل بس لونه ابيض سمني، وده سبحان الله عشان يجذب الطائر ويخليه ينقره ويبدا يتكرر دوره الديدان، او بتبقى في صوره عقد صغيره كده برضو، ديت لو دوده شرطيه، لو دوده شرطيه بيبدا الحمام برضو ينقر منها، دي في حد ذاتها بتكمل دوره التكاثر مع الحمام الداخلي. استاذ محمد غاوي حمام بيقول مش التحديق يودي الولد، ده اسهال مش التحديق. انا مش فاهم السؤال. تمام، لو هو السؤال مش التحديق يودي، يعني وضح لي السؤال، انا مش قادر اقرا السؤال يا استاذ محمد. استاذ احمد بيقول ايه رايك حضرتك في الشيح، هل على الميه افضل او الكلفه؟ مع العلم على الكلفه عامل زي اسرائيل. بص انا ما بحبش اي اضافات على الكلفه خالص، لا زيوت ولا بودر، هيعمل لك مشاكل في الطيور، هتبقى جرعه زياده وجرعه مكثفه. هو يفضل الشيح من ممكن تستعمله يوم او يومين او 3 ايام لو علاجي. تمام، ويفضل في ميه الشرب، بلاش اي اضافات يا استاذ احمد على الكلفه خالص او على الحبوب خالص، تعمل لك مشاكل في الحمام، ممكن تعمل لك مشاكل في الجهاز التنفسي للحمام. تمام، استاذ محمد غاوي حمام وضح لي لو في استفسار. تمام، انتوا ان شاء الله يا جماعه قناتنا الرئيسيه، بتلاقوني متفاعل معاكم برضو هنا عليها دوما، وعلى القناه ديت اسمها قناه الشروق للحمام. تمام، حابب برضو انتوا تنضموا معانا وتتابعونا على قناه الشروق للحمام، وفي قناه اسمها وصفات واكلات، دي قناتنا التانيه بنقدم فيها بقى وصفات طبيعيه واكلات، ان شاء الله بيكو تكبر، واتمنى انتوا تشتركوا معانا في يعني هنا وفي قنواتنا التانيه ان شاء الله. ودايما يا جماعه يعني اتمنى ان انتوا تدعموا المحتوى باللايك والشير والتفاعل، لان ده بيخلي اليوتيوب يقترح ويوصله لاكبر عدد ممكن، وفي الوقت ده بيبقى الدل على الخير كفاعل، يعتبر ان حضرتك مساهم ان شاء الله في الاجر وفي الثواب، لان العلم اللي ينتفع بيه او المعلومه اللي حد بينتفع بيها ديت او بتنفع الناس، ده اللي بينقص في الارض باذن الله، وده اللي بيظل متصل حتى بعد ممات الانسان. يعني ربنا يبارك لنا ويبارك لكم في اعماركم ان شاء الله، ودايما ربنا يجمعنا على خير، ونسأل الله لنا ولكم السلامة،
وانتوا ان شاء الله نكبر ويعني نبقى احلى صحبه في احلى هوايه واحلى غيه ان شاء الله، غيه الطيور عامه او الحمام او طيور الزينه غيه جميله يعني.